أشادت مجموعة من مكاتب السفر والسياحة بإطلاق الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، مؤكدة بأن الاستراتيجية تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي. وأشارت المكاتب إلى أهمية المشروعات السياحية الكبرى التي تعمل مملكة البحرين على تنفيذها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ جهاد أمين، رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية. أهلا بك أستاذ جهاد في نشرة الثامنة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أهمية المشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا ضمن استراتيجية السياحة في تعزيز دور القطاع السياحي كأحد القطاعات الواعدة والمساهمة بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي في مملكة البحرين؟ السلام عليكم. طبعا شكر لكم فتح المجال للمشاركة. بداية أنا أود أن أتقدم بالشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من سموه للسير إلى الأمام في الخطط المجمعة. طبعا الاستراتيجية السياحية 2022-2026 تأتي مكملة لاستراتيجية في الفترة السابقة والتي أثبتت خلال فترة 2015-2019 نجاحها وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 4.6% إلى 6.8%. الآن خلال الاستراتيجية السياحية الجديدة يعني هيئة السياحة والمعارض البحرينية تدأب على السير قدما في عدة مشاريع راح يكون لها أثر إيجابي بدون شك في تطوير وتنمية القطاع السياحي في المملكة. من أبرز هذه المشاريع طبعا مثل ما تعرفين المشاريع السياحية التي مؤخرا أعلن عن العديد منها والتي كانت يعني موضوع على الورق لفترة طويلة لأن جهود سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة وبدعم من سيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان تمكنت الهيئة من تذليل جميع الصعاب وأعلن مؤخرا عن مشروع ساحل قلالي، مشروع السواحل الخاصة في بحرين باي خليج البحرين شمال البحرين، وكذلك مؤخرا عن مشروع جميرة خليج البحرين في نعم. بالحديث عن هذه النقطة سيد جهاد ومن يعني انطلاقا من خبرتكم في هذا المجال، ما هي نسبة الإقبال السياحي المتوقعة التي ستشهدها مملكة البحرين خصوصا مع يعني إطلاق جملة من المشاريع كما ذكرت ويعني قرب الانتهاء أيضا من بعض المشاريع مثل منتجع جميرة خليج البحرين وإعادة افتتاح بلاج الجزائر أيضا؟ طبعا بدون شك راح يكون لها أثر إيجابي جدا لأن البحرين يعني من المناطق التي ينظر لها السواح كجزيرة يفترض أنها تمتلك السواحل والشواطئ الجميلة، فما في شك أنه راح يكون لها تأثير إيجابي وراح تساهم في نمو الأعداد بشكل ملموس، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات الأخرى التي تشكل عامل جذب للبحرين. فإذا منتجع كمنتجع جميرة خليج البحرين الذي أعلن عنه مؤخرا وإعادة افتتاح بلاد الجزائر إضافة إلى السواحل الأخرى سيشجع العديد من زوار البحرين ربما يأتون إلى أسباب أخرى، أسباب عملية، أسباب زيارة عمل أو غيرها لإقامة أكثر في البحرين بوجود مثل هذه المشاريع. نحن اليوم نتكلم عن تنويع المنتج السياحي، السياحة الرياضية مثلا عندنا السنة الجاية أعلن مؤخرا عن برنامج الفورمولا 1 راح يكون افتتاح الموسم في البحرين تاريخ 20 مارس، السباق الثاني راح يكون في جدة في 27 مارس. فإذا هنا يعني المنتجات من هذه النوع منتجعات من هذه النوع راح تشجع رواد هذه الرياضة اللي يأتون إلى المنطقة للإقامة لمدة أطول. فإذا هو جاء إلى البحرين لمشاهدة السباق الأول أنا أعطيت سبب أن يبقى في البحرين إلى أسبوع إضافي إلى أن يبدأ سباق جدة. فهنا هني يعني العوامل التكميلية للسياحة في المنطقة ككل راح تساعد، وما في شك مثل ما تفضلت أن منتجعات من هذا النوع راح يكون لها تأثير إيجابي على السياحة.
نعم الأستاذ جهاد أمين رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، شكرا جزيلا لك.